مواقف مدهشة لا يمكن تصديقها، لحظات غريبة لا تصدق صدمت الملايين في كرة القدم. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. في عالم كرة القدم كثيرة هي المواقف التي تحدث، لكن وبدون مقدمات طويلة سنشاهد ونستمتع معا ببعض لحظات غريبة لا تصدق والتي صدمت الملايين في كرة القدم. لنبدأ. لاعب أرسنال هنا بمهارة رائعة حاول تخطي خصمه، لكن تابعوا كيف مزق التيشيرت الخاص به بعد أن سحبه بهذا الشكل. هذا اللاعب هنا أوقف الكرة ليراوغ خصمه الذي سقط على الأرض في المرة الأولى، فوقف مجددا ثم سقط بهذه الطريقة الغريبة كما ترون. في هذه اللقطة تابعوا الحظ الرائع لحارس المرمى هذا، والذي وقفت به الكرة عند قدم لاعب الخصم فيبعدها المدافع فترتطم بالعارضة، ثم تأتي للاعب الخصم الذي سددها ليقوم حارس المرمى بتصديها بهذا الشكل الإبداعي. لقد كان محظوظا للغاية في هذه اللقطة كما تتابعون. تقدم هذا اللاعب داخل منطقة الجزاء، وبهذه الطريقة عرض الكرة إلى زميله الذي سجل هدفا ببطنه بهذا الشكل الغريب والمضحك. تصل الكرة إلى كريستيانو رونالدو كما تشاهدون، فيوقفها إلى زميله فيضعها الأخير هدفا رائع في الشباك. تابعوا هذا الأسيست من كريستيانو رونالدو. بشكل مبالغ فيه سقط هذا اللاعب على الأرض ليقوم خصمه بالركوب على ظهره ويفتك منه الكرة بشكل غبي وغريب. أرجع هذا المدافع الكرة لحارس المرمى، والذي حاول أن يقوم بترويضها لكنها طالت عليه، لتأتي إلى لاعب الخصم الذي رفعها من فوق الحارس ثم أودعها في الشباك هدفا بطريقة مميزة جدا. هذا الحارس أعطى الكرة إلى مدافعه فأرجعها بسرعة بهذه الطريقة إلى حارس المرمى، لكنه لم يصل إليها لترتطم الكرة بالقائم وتدخل هدفا بهذا الشكل. هذا الخطأ الفادح من ديفيد دخيا إذ تقدم لاعب الخصم ومن خارج منطقة الجزاء سدد كرة تبدو سهلة جدا، لكنها ارتطمت بيد ديفيد دخيا ودخلت إلى الشباك بهذه الطريقة. حسنا، تابعوا ردة فعل راشفورد وتنهاج على هذا الهدف. في لقطة غريبة وفريدة قام هذا اللاعب بتمرير الكرة من التماس إلى زميله داخل منطقة الجزاء، لكن يبدو أن جامع الكرات الفضولي هذا قرر أن يدخل إلى أرضية الملعب ويقوم برفع هذه الكرة الصفراء عن الأرض، ويبدو أنه لم يكترث للقوانين بمنع دخول أي شخص لأرضية الملعب. كرة رائعة من الركنية، تابعوا كيف ترتطم بلاعب نانت وتدخل الشباك بنيران صديقة هدفا بهذا الشكل. تقدم هذا اللاعب لتنفيذ آخر ركلة ترجيحية، وبالفعل قام بوضعها في الشباك بطريقة إبداعية وأعلن النصر لفريقه. والأمر المميز والغريب حقا هو هذا الحارس الذي أخذ يتشقلب بطريقة بهلوانية رائعة احتفالا بهذا الانتصار. في هذه اللقطة استلم هذا المدافع الكرة من حارس المرمى، فبإمكانكم أن تتابعوا كيف حاول المراوغة فسقط بهذه الطريقة على الأرض، لكن عندما حاول لاعب الخصم تسديد الكرة تصدى هذا المدافع الكرة برأسه لترتد للاعب الخصم، والذي قام بتسديدها على الطائر بطريقة استثنائية مسجلا هذا الهدف الإبداعي. هنا في هذه المرتدة وبعد أن كان حارس مرمى الخصم قد خرج من مرماه، تقدم هذا اللاعب بناحية الشباك وكان أمامه هذا المدافع، فحاول أن يقوم بتسديد الكرة نحو المرمى، لكن ارتطمت الكرة بهذا المدافع وخرجت من الملعب. تمريرة رائعة في العمق لفينيسيوس جونيور، والذي وضعها مباشرة في شباك أتلتيكو مدريد ليذهب ويرقص مع رودريجو بهذه الطريقة لإغاظة جماهير أتلتيكو مدريد، والتي طلبت عدم رقص فينيسيوس على أرضية الملعب. إنه لموقف محرج عندما تقوم بالبصاق وتلتصق البقايا بفمك بهذا الشكل، والمحرج أكثر عندما يتكرر الأمر أكثر من مرة.
في هذه اللقطة تقدم اللاعبون من ضربة البداية وكادوا أن يتحصلوا على انفراد لولا أن قام هذا اللاعب بعرقلة خصمه ليتلقى أسرع بطاقة حمراء كما ترون أمامكم. لاعب ريال بيتيس هنا يقوم بدفع لاعب ريال مدريد بهذه الطريقة ويسقطه بهذا الشكل، لكن الأخير يقف وكأن شيئا لم يحدث. يتمكن هنا لاعبي توتنهام من قطع الكرة، ورغم هذا المجهود تصل الكرة إلى لاعب توتنهام على هذا المكان ليقوم بإضاعتها بتمريرها بهذا الشكل الخاطئ للاعبي الخصم. يبدو أن هذا اللاعب أصيب ويتم وضع الرشاش المبرد على منطقة حساسة لديه. حارس فيورنتينا هنا يقوم بترويض الكرة بعد استلام رائع ومميز، لكن تابعوا كيف كان مخطئا بعدم إبعاد الكرة بسرعة بسبب أن قام لاعب الخصم باستخلاص الكرة منه بهذا الشكل وتقدم ليضعها في الشباك. في بداية هذه المباراة سرق هذا الطفل الصغير علم الراية من الحكم كما ترون. تم استبدال اللاعب كوادرادو لاعب يوفنتوس في مباراة جمعت يوفنتوس وروما، فتابعوا هذا اللاعب مباشرة عند دخوله، وأول استلام له قام بعمل مخالفة وضرب لاعب الخصم بشكل قوي ليتلقى البطاقة الحمراء. لنشاهد معا اللاعب أنتوني في هذه اللقطة وكيف تدخل على لاعب الخصم وأسقطه بهذه الطريقة، ومن ثم قام بافتعال مشكلة مع لاعب برايتون كما تشاهدون أمامكم. في هذه المباراة والتي جمعت بروسيا دورتموند ومانشستر سيتي احتدم النقاش بين غوارديولا والحكم ليعطيه الأخير البطاقة الصفراء، فتابعوا كيف ذهب غوارديولا لاحتضانه ومصالحته. مباراة جمعت فريق ليفربول ومانشستر سيتي ليسجل فريق مانشستر سيتي الهدف الأول بتمريرة رائعة وصلت إلى المنتصف، فتابعوا ردة فعل أيرلينغ هالاند واحتفاله، وهنا بيب غوارديولا يحتفل بهذا الشكل من أمام لاعب ليفربول الذي يقوم بالإحماء، وبعد ذلك يعتذر ويسلم على اللاعب الآخر كما ترون. في هذه اللقطة تمريرة رائعة تصل من هذا اللاعب إلى زميله، فيقوم الأخير بوضعها هدفا رائعا في الشباك برأسية مميزة، فتابعوا هذا اللاعب كيف قام بدفع خصمه وأسقطه أرضا احتفالا بالهدف الذي سجله فريقه. وصلت الكرة إلى هذا اللاعب فقام بتسديدها لترتطم بقدم لاعب الخصم وتدخل هدفا إلى الشباك، فتابعوا زميله كيف يحتفل بعصر فمه بهذه الطريقة الغريبة. في هذه اللقطة لنتابع كيف تم تعريض الكرة لتصل إلى هذا المدافع، والذي برأسه قام بتمهيدها للاعب الخصم والذي مباشرة سددها فأودعها هدفا رائعا في المرمى. في آخر المباراة تقدم حارس المرمى وترك مرماه ليشارك مع فريقه في هذا الهجوم، وكانت آخر الدقائق وبالفعل قام برأسية مميزة، لكن حارس الخصم أمسك الكرة بسرعة ولكي يقوم بتسجيل هدف، تابعوا من مكانه كيف سدد هذه الكرة القوية لينزلها في شباك الحارس بهذا الشكل الرائع. تابعوا روعة وجمال هذا الهدف وكيف كان تفكير الحارس رائعا بتسديد هذه الكرة. تقدم هنا لاعب برايتون وسدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء، فيمكنكم أن تشاهدوا كيف تصداها حارس أرسنال لترتد إلى لاعب الخصم والذي أوضعها مباشرة في الشباك. حسنا، هذه ردة فعل واحتفال هذا المدرب كما ترون أمامكم. في هذه اللقطة وصلت الكرة من الركنية إلى هذا اللاعب ليسددها من ضربة واحدة وترتطم في الدفاع، ثم ترجع إلى زميله الذي سددها في الشباك مباشرة هدفا رائع بنفس الطريقة، لكن قبيل ذلك وقبل التسديد أعلن الحكم صفيرة النهاية ما أدى إلى إلغاء هذا الهدف المميز، وهنا يطالب اللاعبون باحتساب الهدف كما ترون، وكادت أن تحدث مشكلة كبيرة. في مباراة جمعت فريق إسبانيول وبرشلونة وكانت المباراة الأخيرة التي يفوز فيها برشلونة، وكان يجب على برشلونة الفوز ليحقق لقب الدوري الإسباني، وبالفعل فاز بنتيجة 4-2، وكان هذا الفوز على حساب هبوط فريق إسبانيول للدرجة الثانية. وأثناء احتفالات لاعبي برشلونة داخل الملعب ها
هجمت الجماهير التي كانت مغتاظة جدا وتريد ضرب اللاعبين، لكن يمكنكم أن تشاهدوا كيف هرب لاعبي برشلونة من الملعب مباشرة. هذا اللاعب هنا سجل آخر ركلة ترجيحية، وكانت ركلة الفوز لصالح فريقه كما ترون. فبعد أن قام بالتسجيل قام بالاحتفال بوضع يده بهذه الطريقة، ما أدى إلى حدوث مشكلة بين اللاعبين. وهنا أتى أحد الأشخاص من الجماهير وقام بضرب اللاعب ضربة قوية في منطقة حساسة بهذا الشكل كما تشاهدون. وهنا الجماهير تريد أن تنزل لأرضية الملعب لتكمل المشكلة، لكن هنا حدثت مشكلة بين أحد المشرفين وهذا الشخص كما ترون أمامكم، فتابعوا هذه المشاجرة. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.